شو هذا اللي بإيدك؟ هي الوكالة اللي عمل لك إياها كريم ما؟ عشو ناوية فاطمة؟ بدك تطلقي من كريم إذا حبسوه؟ عم بحكي معك، جاوبيني شبكي؟ طفي الضو معك وانتي طالعة. ما عجبك حكي ما هيك؟ كنا عايشين وما أحلانا، ليش رجعتي كركبتي الدنيا فوق راسنا؟ لك كريم قال لك إنه بيحبك، ليش بدك تطلقي منه؟ فكرك بيتحسن وضعك يعني؟ ما كان في داعي ترجعي تفتحي القضية، لأنه إذا فات على الحبس أنت رح تصفي لوحدك فاطمة، وكمان رح تعاني أكثر من هلأ بكتير. ميسر بدي نام. ليش عم أحكي معك أصلاً؟ هربتي ومشي الحال. يلا تصبحي على خير. تلاقي الخير. انت شو بدك منا؟ احكي لشوف. لا تطلع فيني، جاوبني وبس. اذا رجال بتجاوبني خلاص ولا لا تعذب حالك على الفاضي. وفر هالحكي لتترجى القاضي بكره. شوف رح اقول لك شغله، انت ومرتك رح تيجوا تبوسوا رجلي لحتى سامحكم. لا تجيب سيره مرتي على لسانك ولك حيوان سامع. شو عم يصير انت ويا كنو بقى؟ ما انك شايفه عم يتهجم علينا هالحقير. خلصوا جا على مكانك. يلا عدو، ما بدي اسمع صوتكم مرة تانية ولا بخبر الضابط. يلا لشوف، ما بدي اسمع ولا صوت. لك خلص اسكت وعود عاقل بقى، مو ناقصين تورطنا مشاكل كمان. خلص اسكت، اصلا انت سبب كل هالبلاوي. ما كان في داعي تتهجم على بيته بنص الليل. ليكو حب يرد لك اياها. يلا فكر كيف بدك طالعنا من هون، مو على اساس بدك توقعوا مع مصطفى وتخلصنا منهم هن الاثنين. قلت لك سكوت، شايف لوين وصلتنا؟ خلص اخراس بقى، ما بتعرف بجوز يكونوا عم يتسمعوا علينا وحاطين شي جهاز. الله اعلم شو صاير مع مرام هلا. لك وينه خالي؟ شو عم يعمل؟ مو على اساس هو رح يطالعنا من هون؟ والله حتى لو بده يطالعنا جكارة فيني ما رح يعملها. ليش ضل حدا ما نزعت علاقتك معه؟ خالك عم يزلني لانه انا بحاجته وهو مكيف. هالمنير تلجي.